نفسك وقت بدك انت تغمض عيونك، خد نفس عميق، طلعوا باكتر وقت، روق معي، خد نفس عميق، طلعوا باكتر وقت، شد مع المطعم بس ما هون بيعلم، شد شد انا حفلي. اوكي اول ما فليت بتطلب منك ترجع على الطبيعه اللي انت كنت فيها، هي الشيء اللي انت بتحبه، ورجع غمض عيونك وقت بدك. واحد اثنين ثلاثه، خليك مغمض. حاعطيك فكرة انك تقدر تستصعب تقول اسمك، تقدر تستصعب تقول اسمك، خلي عيونك مغمضين، تستصعب تقول اسمك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ انا شلت اسمك من راسك، حتى بطل فيك تقول اسمك. شو اسمك؟ انا شلته من راسك. شو اسمك؟ ما بقى فيك تقول اسمك، حشيله كبيني على الارض، دعسني. شو اسمك؟ طيب حارجع شيله من الارض كبه على راسك. شو اسمك؟ خليك للحظة حتفكر بحيالة ورقة من الورق، 52 ورقة معك، حتكون ثلاثة البستونة، انت ما عندك ولا ادنى فكرة ليه فكرت فيها، بس ثلاثة خلص صارت بدماغك، ثلاثة بستونة، all the way up، خلي عيونك غمضين، ثلاثة بستونة، ما بعرف ليه، عن جد ما عندي ولا ادنى فكرة ليه انت عم بتفكر فيها هلأ، ما بعرف، وانتون، فتح عيونك زمان، فيني فاجيك سحر عبالك، شوف سحر، الورق، يا تعرف الورق كله؟ كل شيء بالورق. فرجيك شيء اقوى. فكر بورقه. غيرها، اثبتها وحده. شو الورقه اللي عم تفكر فيها؟ سبعة شو؟ سبعة الزهر. الزهر، اوكي حا. غير الورقه، كبها على الارض، فكر بورقه جديده. بنت؟ حناخذ البنت حنكبها. فكر بورقة سوداء. ثلاثة شو؟ زهر. شو زهر يعني؟ زهر. بستون. انت فكرت فيها؟ انا قلت لك تفكر فيها؟ انا قلت لك تفكر بثلاثة؟ ابدا؟ لا. بكون حلو السحر اذا طلعت ثلاثة؟ ما هو مستحيل تطلع ثلاثة. يا الله، بس هو كنت بدي اقول هذا. خليني ارجع اردك بس على الحاله الطبيعيه اللي كنت فيها بس.